بص احنا نجيب اللون الاحمر عشان الزوم فالوران. اهو اللون الاحمر ورا باين. اهو ورا باين باين شويه. المهم يعني اهلا بيكم في فيديو جديد، معاكم اسلام ماندو. في الفيديو ده هوريكم طريقه تنزيل لعبه فالوران، امكانيه تشغيلها، البرامج اللي بتشغل لعبه فالوران عشان تحل كل مشاكل اللعبه واللعبه متقفش اثناء التشغيل. ولو انت اول مره تتفرج عليا فانزل اشترك في القناه وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وهنقعد نجرب اللعبه مع بعض ونقيمها مع بعض كمان. يلا بينا. قبل ما ننزل اللعبه مع بعض كده نشوف هل الجهاز بتاعنا هيقدر يشغلها ولا لا. امكانيات تشغيل اللعبه في المتوسط هيبقى بروسيسور i3 فيجا جي تي 730، رامات 8 جيجا، الفيجا نفسها لازم تبقى 2 جيجا، تمام؟ اللعبة عايزة مساحة فاضية 8 جيجا ونص، بس هي مساحة اللعبة أصلا 3 جيجا ونص، يعني عايزة في المكان اللي هتتسطب فيه عايزة 8 جيجا ونص فاضيين، بس هي أما تيجي تعمل لها داونلود بتنزل ملف 66 ميجا، وبعد كده لما تيجي تسطبها بينزل ابديت 3 جيجا ونص بالظبط، تمام. اللعبه ديت عملتها شركه ريوتو اللي عامله لعبه ليج اوف ليجن وعامله العاب تانية، لكن اللعبه ديت مختلفه عن ليج اوف ليجن تماما. اللعبه دي عباره عن بتضيف السكيلز مع الرشاشات. الصراحه الميكس ده جميل قوي، يعني بيبقى شخصيات كل شخصيه ليها سكيلز، كل شخصيه يعني ليها مهاراتها، وفي نفس الوقت بتقدر تستخدم رشاشات، تمام. فالفكره دي عجباني قوي، وعجباني فكره اللعبه قوي، وفيها كذا مود، يعني مود انك تزرع زي القنبله ومثلا الناس التانيين يفكوا القنبله وناس تحمي القنبله وهكذا، فيها كذا مود تانيين بس انا لسه منزلها ولسه هنجربها مع بعض. انا لعبتها امبارح شويه عجبتني قوي، فقلت لازم انزل فيديو عن اللعبه ديت. دلوقتي لو انت مش عندك اكونت على الـ على الـ على اللعبه او على موقع ريوتو، على شركه ريوتو عامه، لو عملت اكونت على شركه ريوتو تقدر تخش بيه اي لعبه شركه ريوتو عاملاها. يعني مثلا اكونت ليج اوف ليجن هو اللي هيفتح على لعبه فالورانت. احنا قلنا يعني الجهاز المناسب اللي هو هيشتغل ب 60 فريم في الثانيه، اللي هو i3 فيجا جي تي 730 رامات 8، والفيجا لازم تبقى 2 جيجا، تمام. والبروسيسور i3 تمام خلاص. اما بقى عشان تشتغل على 144 فريم في الثانيه فلازم جهازك يبقى كور i5 4469، يعني جيل رابع او جيل خامس، مش عارف، جيل خامس تقريبا، لا جيل رابع، جيل رابع، يبقى بروسيسور جيل رابع وكور i5، والرامات لازم تبقى 8، والفيجا تبقى جي تي اكس 1050 تي اي اللي انا بقعد اتكلم عليها في فيديوهاتي، وهتلاقيها في فيديوهات انا شارحها قبل كده وعامل ريفيو عنها. هي تبوست لعبه لسه نازله ما كملتش شهر، و جي تي اكس 1050 تي اي هتساعد انك تلعب اللعبه دي. المهم يعني مش بسوق للفيجا، لا انا ما يعني عادي، بس الفيجا الصراحه كويسه قوي. المهم يعني بعيد عن الفيجا نكمل موضوعنا. الرامات بتاعتك لازم تبقى 8 جيجا عشان تقدر تشغل على 144 فريم في الثانيه، تمام. يعني مش محتاجه امكانيات جهاز عالي، محتاجه جهاز على عادي. انا مشغلها على جهاز جيل ثالث اللي انا بقوله في الفيديوهات، كور i5 جيل ثالث، رامات 8، جي تي اكس 1050 تي اي، تمام. هي تشتغل على فيجا جي تي 730، تمام، عادي خالص. دلوقتي هوريك ازاي تعمل اكونت على لعبه فالورانت وازاي تنزلها، يلا بينا. اول ما تفتح الموقع بالشكل دوت هتكتب على جوجل فالورانت، اللي هي الكلمه اللي في النص ديت، لو كتبتها على جوجل هتظهر اللعبه اول واحده. وبعد ما تفتح هتتكي بلاي ناو، تمام.
بيقول لك انت عندك اكاونت على اليوتيوب ولا عايز تعمل اكاونت؟ قول له لا انا هعمل واحد. وبعد ما تسجل ايميلك وتعمل اكاونت وتعدي المرحلة ديت هتنزل اللعبة. اللعبة اول ما تيجي تنزل هتلاقيها 66 ميجا. انت بعد ما تعمل داونلود للعبة هتلاقيها نزلت في السي عندك. هيبقى مساحتها اهو زي ما قلت لك 67 ميجا 66 ميجا في الحدود دي. هتتك عليها مرتين هيقول لك انا عايز مساحة فاضية 8 جيجا ونص. لو انت عايز تنزلها في مكان معين فبتتك ادفكت وتتك هنا وتشوف المكان اللي انت عايز تنزله فيها. تمام. لو عايز تنزلها على السي فبتتك انستول على طول وبتنزل على السي. تمام. اول ما تبدأ تنزلها هتفتح اللعبة هتفتح بقى اللعبة هتبقى بالشكل دوت هتبقى بالشكل دوت وهتقول لك معلش اعذروني يا جماعة انا نزلها من امبارح. فهتظهر بالشكل دوت هتظهر من اللعبة بالشكل دوت بس هتكون بتحمل تحت ال 3 جيجا ونص اللي قلت لكم عليهم. تمام. بعد كده تتك انت كلمة بلاي. بعد ما تدخل اللعبة هيقولك انك لازم تراستر الجهاز عشان اللعبة تشتغل. هيقولك ان لازم تراستر الجهاز عشان اللعبة تشتغل. فتقول له ماشي تمام انا هراستر الجهاز. فاول ما يتراستر وتفتح اللعبة تفتح عادي خالص بالشكل دوت بقى. هتفتح اللعبة هيدخلك توتوريال للعبة هيعلمك فيها بقى ازاي تمشي ازاي تضرب ازاي تاخد سلاح من على الارض ازاي تنط وهكذا. الحاجات دي كلنا احنا عارفينها. يعني احنا عارفين ان احنا نضرب من الماوس بنعمل سكوب من كليك يمين. والسكيلز بقى مختلفة شوية. السكيلز بتاعتك هتبقى في الاي والاكس والسي واجمد ضربة بتبقى في الاكس. تمام. الاكس والاي والكيو والسي. تمام. دولت الضربات بتاعتك. الكيو والاي ديت ايدك بتبقى عليهم دايما لان دايما في ببجي انت بتبقى ايدك عليهم. والسي بس تبقى مختلفة شوية هي والاكس بس هتتعود عليهم مع الوقت هيبقوا تحت صوابعك الاتنين دولت. تمام. بعد كده بتوطي بالكنترول طبعا والمسطرة بتنط العادي خالص. تمام. والاسلحة من واحد لاتنين وتلاتة. الناس اللي هي الجيمر فاهمة الكلام دوت بيبقى الحاجات دي معاها سهلة قوي. تمام. اللعبة بتدخلك بعد ما تخليك تجرب الشخصية وتجرب السكيلز بتاعتها بتدخلك مود اللي هو المود انك تزرع قنبلة وبعد كده انت تحاول تفكها. فامبارح اصلا كنت بلعب بابجي فواحد صاحبي قال لي نزل فالورانت ويلا بينا نلعب مع بعض. فنزلتها فعلا واستنيته لحد ما جه فتحنا وقعد يلعب معايا. النت بس كان بيفصل عنده كتير وكان مزاولني الصراحة هو عشان هو كان بيشرح لي شوية حاجات فيها والنت كان عنده بيفصل فكان الموضوع صعب يعني. فالمهم يعني لو عندك اي استفسار او اي مشكلة ياريت تقول لي تحت في كومنت. انا تقريبا سمريت وشعري طبعا بقى وحش بسبب ان انا كنت مخنوق كده شوية وبتاع فروحت يعتبر رحت نزلت البحر وبتاع وكده. فجيت سمعت ان انا يعني كنت قافل المحل جيت بقى المكان اللي انا ساكن فيه قالوا ده شكله منده جاله كورونا وودوه حجر وبتاع وكده. المهم يعني كان موضوع فظيع يعني كان سمعت اشاعات عجيبة. المهم يعني يا رب اكون استفدتكم في الفيديو دوت. عامة يعني انا ما اتكلمتش عنها كتير عشان انا لسه منزلها امبارح. بس اللعبة شيقة جدا. اللعبة ممتعة قوي. انا حابب ان انا اقفل الفيديو دلوقتي عشان اروح العب. يعني اللعبة اصلا بسيطة في تنزيلها ومساحتها مش كبيرة 3 جيجا ونص. واللعبة الكواليتي جوه تحفة تحفة يعني الكواليتي بجد تحفة. بتشتغل على امكانيات جهاز متوسط مش محتاجة جهاز ب 70,000 جنيه.
80,000 جنيه مش عارف ايه والارقام اللي احنا بنسمعها اليومين دول. تمام. واللعبه من شركه ريوتو يعني شركه موثوق فيها، منزله لعبه ليج اوف ليجن يعني لعبه موثوق فيها. ستريمرز كتير بداوا يلعبوها دلوقتي وبيعملوا ستريم، واللعبه انتشرت بطريقه فظيعه. بيقول لك 85% من الجيمرز حابين اللعبه دي عن اي لعبه ثانيه اللي انا سمعته. يعني اللعبه دي بقى لازم نجربها مع بعض، لو حد عايز ينزل اللعبه ديت ونلعبها سوا ممكن يقول لي تحت في كومنت وادي له اسمي ونلعب سوا انا وهو، عشان انا بقعد اسهر بالليل كده وبتاع بلعب. قشطه. لو حد عنده اي مشكله او واجهته اي مشكله في اللعبه يا ريت يقول لي. وبالنسبه لمواصفات الجهاز اللي انا قلتها في الاول، اول مواصفتين لو 60 اطار و 144 اطار، اللعبه بيقول لك انها تقدر تشتغل على اقل من كده، على جهاز اقل من كده وهيبقى باقل اطارات، يعني ممكن 30 اطار في الثانيه 40 اطار في الثانيه وهكذا. يعني 30 صوره في الثانيه عارفين احنا في بي اس وبتاع مش محتاج اشرحه. انا امبارح لعبت جيمين انبسطت قوي، بس الصراحه كان السكيلز ان انا استخدم السكيلز بالنسبه لي كان حاجه صعبه، فبدات اخسر كتير يعني، بس ان شاء الله النهارده هكسب. لو حد عايز بقى يشوفني وانا بلعب ممكن يقول لي صور فيديو مندو بتاع كده يعني. وانزل بقى اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. عندك اي سؤال ليا، عايز تستفسر عن حاجة، تستفسر عن كمبيوتر معين، اي حاجة عايز تقولها قولها تحت في كومنت واكيد انا هساعدك. انا بحب ارد على كل الناس، صدقني انا برد على كل الناس مفيش حد ما يردش عليه. تمام. لو عندك اي استفسار تقدر تقول لي في كومنت تحت عن الموبايل، كمبيوتر، كاميرا، حاجه معينه ساعدك فيها. لو عندك اي سؤال شخصي، سؤال نفسي، رفسي، هفسي، اي حاجه تقدر تساله لي تحت في كومنت. واحب اشكرك على مشاهده الفيديو. انا ما طولتش عليكم الفيديو دوت، او طولت مش عارف والله. انا بسرح مع الكاميرا. فانزل عادي، ممكن تنزل تشترك في القناة وتفعل الجرس عادي عادي براحتك. تمام. في الناس اللي هتنزل اللعبة بقى تقول لي عشان نلعب مع بعض. قشطة. يا رب اكون فدتكوا، يا رب تكون استفدت من الفيديو دوت. احنا ممكن في فيديوهات بعد كده نقيم اللعبة يعني، بس انا شايفها حلوة. انا اديها مثلا 8.5 من 10. انا اديها مندو كماندو اديها 8.5 من 10، يعني 85% كده. ليه ما اعرفش، بس انا قيمتها كده. الجيمرز برضو تقريبا شفت كام جيمرز كده قيمها نفس التقييم، بس انا قيمتها من اول من قبل ما اشوف التقييمات بتاعت الجيمرز انا قيمتها كده. قشطه. انا بحبكم وبحب اي حد جيمر، وبحب اي حد بيلعب على الكمبيوتر مش على الموبايل. تمام. وبحب الناس اللي بتلعب على الموبايل على فكره، بحبكم كلكم. لا بحب ان كل الناس على فكره، وبحب ارد على كل الناس. وبعيد عن القناه اليوتيوب انك تشترك وكده، صدقني انا بحب اساعد كل الناس. اي حد بيدخل عندي يسالني عن اي حاجه على الانستا او على الفيس او كده، عن الاجهزه او ان هو ينزل يشتري جهاز او كده، بحاول اساعده على قد ما اقدر، وبحاول انصحه على قد ما اقدر، وببقى مع تواصل معاه خطوه بخطوه. وفي ناس لما بتيجي تنزل تشتري الاجهزه وكده بتفضل تكلمني كتير، والله انا برد يعني برد على طول يعني، انا لو فاضي برد على طول ساعتها يعني. لو كده ممكن ارد على بعديها بساعه، بعديها بنص ساعه، حسب ما انا قاعد او لا يعني، حسب ما انا فاتح الواي فاي او لا. قشطه. بس والله في ناس بتمشي معايا خطوه بخطوه اثناء الشراء وكده، يعني لما تيجي تشتري جهاز كمبيوتر او تشتري اي حاجه، او مثلا عندها مشكله في الموبايل بتاعها او كده. المهم يعني ان انا بحاول اساعد كله. يا رب لعبه فالورانت ديت تكون عجبتكم لما تيجي تنزلها. يا ريت بعد ما تلعبها تدخل تقول لي بقى هنا في كومنت تحت لعبه عجبتك ولا لا. قشطه. دلوقتي بقى ابن اختي عامل دوشه بره، فانا بقى هختم الفيديو. احب اشكركم جدا على مشاهده الفيديو، واستنوني في فيديوهات جايه. فانزل اشترك في القناه وفعل الجرس عشان الفيديوهات اللي جايه هتبقى جامده، تبقى جامده صاحبي. قشطه.
طبعا في فلوج هينزل كمان 3 ايام عشان فيديوهات شقلبه بقى، شقلبه حاجات اكشن من اللي انت بتحبها، حاجات اكشن من اللي انت بتحبها. قشطه. فلوج لما انا كنت سمرت لي شقلبه وبتاع، وفي ناس شقلب جامده قوي في اسكندريه، حته اسمها الجبل بتاع. بص اخدت الفيديو عشان ابن اختي بره هيعمل دوشه وقلق بتاع. احب اشكركم جدا على مشاهده الفيديو، احب اقول لكم انكم تنزلوا تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، واحب اختم الفيديو بكلمه لا اله الا الله. باي.